بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح محاضرة متعلقة ب إيه الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء والشخصية القانونية. الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء والشخصية القانونية. قلنا أهلية الوجوب دي صلاحية الشخص ان يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات. صلاحية الشخص دي مش محتاجة سن معين، ده بيكتسب الشخص أهلية الوجوب بمجرد ميلاده حيا، بمجرد ما الشخص بيتولد وهو عنده يوم بيكتسب أهلية وجود. يعني ايه؟ بيبقى صالح لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. يبقى صلاحيته يعني ايه؟ دي مش مرتبطه اسمها اهليه وجوب، ان انا اكتسبت هنا الشخصيه القانونيه. وبالتالي بمجرد ما بكتسب الشخصيه القانونيه اللي انا بكتسبها بمجرد الميلاد حي بقى معايا اهليه وجوب. بس اهليه الوجوب دي مش بتبقى كامله. يعني ايه مش بتبقى كامله؟ يعني ان انا مش هبقى ليا اهل لكل الحقوق، ده تبقى ليا اهل الحقوق اللي بتوفر فيها شروطها. وبالتالي في فرق بين الشخصيه القانونيه واهليه الوجوب. الفرق ده ان الشخصيه القانونيه ان الشخص بيكتسبها بمجرد الميلاد حي، بمجرد ما الشخص يتولد حي اكتسب الشخصيه القانونيه. يبقى ايه؟ شخص قانوني، ويبقى له اسم ويتحدد له موطن، ويبقى موطنه الزامي لو كان قاصر، او موطنه يبقى موطن ارادي لو كان كامل الاهليه. وبعد كده بيبقى له بعد ما له اسم وله موطن بيبقى له حاله، كل السمات المميزه للشخصيه القانونيه بيكتسبها الشخص. لكن اهليه الوجوب ايه؟ ان انا هكتسب الحقوق بمجرد ميلادي حي، بس هكتسب الحقوق اللي بتوفر فيا ايه؟ شروطها. يبقى ايه الفرق بين اهليه الوجوب والشخصيه القانونيه؟ الشخصيه القانونيه بيكتسبها اي شخص بمجرد الميلاد حي، لكن اهليه الوجوب برضو بيكتسبها اي شخص بس بالنسبه للحاجات اللي بتوفر فيه شروطها. بمعنى انا دلوقتي اجنبي، شخص اجنبي، انسان اجنبي، القانون منعني ان انا اتملك اراضي زراعيه في مصر، وبالتالي بالرغم ان انا عندي اهليه وجوب بس ما اقدرش اكتسب الاراضي الزراعيه دي. ليه؟ لان في شروط اهليه الوجوب مش متوفره عندي، ماليش حق في ده. لكن المصري يجوز يتملك ويمتنع عليه التملك لو زاد عن 50 فدان. طب ايه اهليه الاداء؟ لا، اهليه الاداء دي مرتبطه بقدره، قدرة الشخص على انه يقوم بالتصرفات اللي تكسبه الحقوق وتحمله بالالتزامات. قدرة الشخص. يبقى اهلية الاداء دي مرتبطة بقدرة، بسن، بامكانيات معينة. انا قادر ان انا ابرم التصرفات اللي تكسبني الحقوق وتحملني الالتزامات. دي الاهلية الكاملة، دي ما بيكتسبهاش الشخص الا لما بيوصل 21 سنة وبيكون كامل الاهلية، غير مصاب بعارض من عوارض الاهلية او مانع من موانع الاهليه. يبقى ايه الفرق بين اهليه الوجوب واهليه الاداء؟ تقول لي اهليه الوجوب ان صلاحيه الشخص انه يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات، دي مش محتاجه لسن معين ومش محتاجه العقل ومش محتاجه القدره ومش محتاجه اي حاجه. الشخص بيكتسبها بمجرد ميلاده حيا، بمجرد اكتسابه الشخصيه القانونيه بيكتسب اهليه الوجوب. وعشان تبقى كامله لازم يتوفر فيه شروط الحقوق اللي لازم يكتسبها. اما اهليه الاداء لا، دي عايزه قدره، قدرة من الشخص عن القيام بالتصرفات اللي بتكسبه الحقوق وتحمله بالالتزامات. وبالتالي أهلية الأداء بنقسمها حسب السن ايه؟ لثلاث أنواع. إن الشخص أقل من سن 7 سنين يبقى عديم أهلية الأداء، ما عندوش أهلية أداء. أقل من سن 7 سنين عديم أهلية الأداء. يعني ايه؟ ما يقدرش يبرم أي تصرف. لا كان التصرف، لو كان التصرف بينفعه خالص، يعني نفع بينفعه نفع محض، او بيضره خالص، او ضرر محض، او داير بين النفع والضرر، وهنشرح دي دلوقتي. يعني هنا عديم الاهليه اللي هو زي المجنون وزي المعتوه اللي سنه اقل من 7 سنين، ده ممنوع يتصرف اي تصرف، لا تصرف نافع ولا تصرف ضار ولا داير بين النفع والضرر. يبقى ما ينفعش يتصرف اي تصرف. مين عديم الاهليه؟ مين عديم الاهليه اللي سنه اقل من 7 سنين؟ طب ايه عديم الاهليه؟ عديم اهليه الاداء. عديم اهليه الاداء. طيب الشخص من سن 7 سنين لاقل من 21 سنه اسمه
اسمه صبي مميز. صبي ايه؟ مميز، يقدر يميز بس، لانه مش لكن مش كامل الاهليه، بل اللي من سن 7 سنين لاقل من 21 سنه اسمه ايه؟ صبي مميز. يعني ايه صبي مميز؟ يعني يقدر يميز فقط، يقدر يميز ايه فقط، لكن ما يقدرش يبرم تصرفات، ما يقدرش يبرم تصرفات تكسبه حقوق وتحمله التزامات، دي ما بيكتسبهاش غير كامل الايه؟ الاهليه. طب الصبي المميز ده احنا بنعامله معامله ايه؟ قال لك الصبي المميز ده نقول لك بالنسبه لتصرفاته نقول له ايه؟ ممكن التصرفات اللي بتنفعك دي صحيح، طب التصرفات اللي بتضرك دي باطل، طب التصرفات اللي دايره بين النفع والضرر، اللي بيعود عليك نفع وبيعود عليك ضرر، دي ايه؟ يجوز ابطالها لمصلحتك، يجوز ابطالها لمصلحتك. يبقى ده عرفنا ايه احكام ناقص الاهليه او احكام الصبي المميز. مين هو الصبي المميز؟ اللي من سن 7 سنين لاقل من 21 سنة. ايه احكامه؟ نقول له يجوز لك تقوم بالتصرف اللي بينفعك، اللي هو اللي نافع، نفع محض، ينفعك بس، يعني حد تبرع لك بحاجة وانت مش خسران حاجة، يبقى التصرف ده صحيح لانه نافع نفع محض. طب تصرف ضار ضرر محض، واحد بياخد منك فلوس بدون ما انت تستفيد اي حاجة، نقول لك لا ده ضار ضرر محض، يبقى باطل. طب افرض واحد التصرف داير بين النفع والضرر، يعني انت هتدفع حاجه وتاخد قسطها حاجه، هتبيع عربيه وتاخد قسطها فلوس، يقول لك التصرف الداير بين النفع والضرر اللي فيه مقابل اخد ودي، قال لك ده يبقى قابل للابطال لمصلحه ناقص الاهليه. لمصلحه ناقص الايه؟ الاهليه. لو الصبي الايه المميز اللي سنه من كام؟ من 7 سنين لاقل 21 سنه. طب ايه احكام عديم الاهليه اللي هو سنه اقل من 7 سنين؟ جميع تصرفاته باطله بطلانا مطلقا، لا يجوز لا يتصرف، لا تصرف ضار ضرر محض يعني بيضر به على طول، ولا نفع نفع محض يعني بينفعه على طول، ولا داير بين النفع والايه؟ والضرر. طيب ايه بقى احكام تصرفات كامل الاهليه؟ قال لك كامل الاهليه ده طالما وصل لسن، طالما وصل لسن 21 سنه ما عندوش مانع من موانع الاهليه ولا عارض من عوارض الاهليه، خلاص يجوز له يتصرف كل التصرفات بمزاجه، يعمل زي ما هو عايز، لان هو في الحاله دي هو عارف ايه مصلحته، هو في الحاله دي عارف ايه مصلحته، يبقى مفيش عندنا مشكلة بالنسبة لكامل الايه الاهلية. يبقى احنا لما نيجي نعرف اول نقطة في المحاضرة دي نقول ايه الفرق بين اهلية الوجوب والشخصية القانونية واهلية الاداء. نقول لك الشخصية القانونية واهلية الوجوب الاتنين قريبين من بعض، لان الشخص اللي هو الانسان الطبيعي بيكتسب اهلية الوجوب والشخصية القانونية بمجرد الميلاد حي، وبالتالي يجوز له ان يبقى صاحب حق، يجوز له انه يبقى صاحب ايه حق، بس هو ما عندوش القدره انه يكتسب الحقوق. طالما ما عندوش القدره نقول له لا القدره دي متعلقه باهليه الاداء. يبقى ايه اهليه الاداء؟ لا قدره الشخص على القيام بالتصرفات، بيأدي اهو قدره الشخص على القيام بالتصرفات التي تكسبه الحقوق وتحمله بالالتزامات، دي اسمها اهليه ايه؟ اهليه اداء. يبقى اهليه الاداء مرتبطه بالقدره، والقانون ربط القدره حسب السن. قال لك لو انت سنك اقل من 7 سنين تبقى ما عندكش قدره، تبقى عندك عديم اهليه اداء، ما عندكش اهليه اداء خالص، انت عديم اهليه الاداء. طب لو سنك من 7 سنين لاقل من 21 سنه، قال لك يجوز لك تتصرف بعض التصرفات وتقبل بعض التصرفات الهين اللي بتنفعك نفع محض، باي تصرف بينفعني اقبل هبه، اقبل تبرع، اخد فلوس بدون ما اعمل بدون مقابل، قال لك ده اسمه ايه؟ دي اسمها تصرف نافع نفع محض، نقول لك ده صحيح. يبقى ممكن ناقص الاهليه او الصبي المميز ان هو يبرم التصرفات اللي نفع نفع محض. طيب الضر ضرر محض، يعني واحد ايه خد منك تبرع بدون ما انت تنتفع منه، ده تصرف ضر ضرر محض بيك يا صبي يا مميز يا ناقص الاهليه، نقول له التصرف ده باطل بطلانا مطلقا. طب افرض التصرف داير بين النفع والضرر، واحد باع لي عربيه وهيديني تمن او هياخد ثمنها، نقول له ده ممكن تتغلب بقى لان لسه عقليتك ما اكتملتش، لسه انت مش كامل الاهليه، نقول له التصرف اللي داير بين النفع والضرر ده يجوز ابطاله لمصلحتك. جزء بطوله مصلحه مين؟ ناقص الاهليه. اللي بطوله مين؟ ناقص الاهليه. طب في بقى المرحله التقسيم الثالث من تقسيم الاهليه حسب السن، قال لك ان هو السن 21 فاكثر، اللي بلغ 21 سنه فاكثر، نقول له ده كامل الاهليه.
ده كامل الايه؟ الاهليه، يعني يجوز له انه يتصرف جميع انواع التصرفات، طالما هو مش ارادته معيبه بعيب من الاراده، من عيوب الاراده، ارادته مش بها عارض من عوارض الاهليه اللي هي ايه؟ مش مجنون، مش معتوه، مش سفيه، مش مغفل. قال لك لو ما عندوش مانع من موانع الاهليه يجوز يتصرف جميع انواع الايه؟ التصرفات. طيب، ولا لو عنده عارض من عوارض الاهليه، سواء كان عارض مادي او عارض قانوني او عارض صحي. عارض ما قانوني يعني زي مرتكب جناية، اللي مرتكب جناية ده خلاص ما عندوش اهلية اداء، لازم نختار وكيل هو اللي يتصرف بداله. طيب اللي هو غايب او اللي هو مفقود اللي مش عارفين اخباره، قال لك ده يعين له وكيل او المحكمة تعين له وكيل، لان في مانع مادي مش هيقدر يتصرف فيه. طب افرض اللي عنده عجز جسماني، ده مانع صحي، يقول لك ده دي بتقلل من اهليته شوية. يبقى أول نقطة لازم نفهمها، أول نقطة لازم نفهمها، نقول لك إن إحنا الإنسان كصاحب حق، إحنا قلنا نقدر نميزه بإيه؟ بثلاث حاجات، نحدد له اسم، ونحدد له موطن، ونحدد له وحدد حالته، سواء كانت حالة سياسية أو حالة مدنية أو حالة دينية. طيب، حددنا السمات المميزة له، نقول له كده أنت تبقى صاحب حق. كده تبقى صاحب ايه؟ حق، لان انت كده اكتسبت الشخصيه الايه؟ القانونيه، وميزناك، لان قلنا الاصل ان صاحب الحق يبقى ايه؟ واحد، لان الحق بيتسم بالفرديه. قلنا الاصل ان صاحب الحق واحد، لان الحق بيتسم بالايه؟ بالفرديه. خلاص انت بقيت صاحب ايه؟ حق، انت بقيت صاحب ايه؟ حق. بس نقول له خلي بالك بقى، حقك ده مرتبط باهليتك. هل انت عندك اهلية وجوب ولا عندك اهلية اداء؟ لو عندك اهلية وجوب يعني دي مش محتاجة سن ومش محتاجة قدرة على ابرام التصرفات، دي بأي شخص بيكتسب بمجرد الميلاد حي، هي والشخصية القانونية. لكن اهلية الاداء لا، دي مرتبطة بسن، القانون ربط اهلية الاداء بسن، يعني قدرتك على القيام بالتصرفات اللي تكسبك حقوق وتحملك بالتزامات، يعني القانون ربطها بسن ايه؟ معين. القانون ربطها بسن ايه؟ معين. ايه السن ده؟ قال لك لو انت اقل من 7 سنين تبقى عديم الاهلية، ما تعملش اي تصرف خالص. يبقى ده نعمل لك ايه؟ لا، لازم نجيب لك ولي او واصي هو اللي يتولى امورك ويدير مالك، ويبقى ده ولي على المال ومالك ولي على النفس. طب لو انا من 7 سنين لاقل من 21 سنه، انه ده اسمه ناقص الاهليه، اسمه ناقص الاهليه، او صبي مميز، نقول له ده مش هيقدر يتصرف لوحده. لذلك نقول له ايه؟ ايه حكم تصرفات الصبي المميز ده او ناقص الاهليه؟ نقول له لا، خلي بالك، لو التصرف نافع نفع محض، هينفعك بس، هينفعك بس، يبقى نقول لك التصرف ده ايه؟ التصرف ده يعتبر صحيح. طب لو ضرر محض، يعني هيضرني بس، يبقى التصرف ده باطل. طب لو التصرف داير بين النفع والضرر، قال لك ده التصرف هيبقى قابل للابطال لمصلحه ناس الايه؟ الاهليه. نبدا نعلم المحاضره دي في الكتاب، نبدا نعلمها في الكتاب. المحاضره دي في الكتاب من صاد 131، من صاد 131 إلى صاد 136، من صاد 131 إلى صاد 136. في صاد 131 هنيجي في نص الصفحة تحت أهلية الشخصية القانونية، أهلية الشخصية القانونية، نعلم فقط على السطر الأول. نحن بنقول يقصد بالشخصية القانونية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ونقف عند هنا. في اخر فقره في 31 ناخدها كلها، اللي بتتكلم عن ايه؟ اهليه الوجوب والشخصيه القانونيه. قال لك يقصد باهليه الوجوب ايه؟ ده صلاحيه الشخص، زيها زي الشخصيه القانونيه بقى. وناخد الاربع سطور اللي في نهايه صفحه 131. صفحه 132 بناخد اول سطرين فقط، اول سطرين فقط. طب في 132 تحت أهلية الأداء بناخد سطرين وثلاث كلمات، تحت أهلية الأداء بناخد سطرين وثلاث كلمات. طب في 132 بناخد آخر فقرة وبنكتب جنبها إن القانون قسم الأهلية حسب السن، القانون المصري قسم الأهلية حسب السن. أهلية إيه اللي اتقسمت؟ أهلية الأداء. يبقى المرتبطة بالسن هي أهلية الأداء، أما أهلية الوجوب إن شخص بيكتسبها بمجرد ميلاده حي، لكن أهلية الأداء هي المرتبطة بالسن. والقانون قسمها لكام؟ لثلاث أقسام. قال لك إما عديم الأهلية، وده اللي سنه أقل من إيه؟ من 7 سنين. إما
ناقص الأهلية، وده اللي السن أو الصبي المميز، وده اللي سنه من 7 سنين لأقل من 21 سنة. أما كامل الأهلية ده أكتر من 21 سنة فأكثر. طب يبقى كده قسمنا، يبقى ناخد آخر فقرة في 132. طب 133 هناخد أول 6 سطور وكلمة، أول 6 سطور وكلمة، ونكتب نقول القانون قسم التصرفات حسب الأهلية. قسم التصرفات حسب الإيه؟ قسم التصرفات، قسم التصرفات إلى إيه؟ تصرفات نفعة، نفعة محض، دي اللي بتجيب منفعة بس، اللي بتدي منفعة بس للشخص. زي إيه؟ واحد وهب لي حاجة، واحد اتبرع لي بحاجة، يبقى دي نافع نفع محض، مش هخسر حاجة، ده فايدة. اللي اتبرع لي بعربيته أنا خسرت إيه؟ النفع نفع محض، ده أول تصرف، إن هو التصرف نفع نفع محض. طيب التصرف الضار ضرر محض، ده بيجيب عليا التزامات بس ما بستفدش منه حاجة. زي واحد عايز ياخد مني عربيتي بدون مقابل، ياخد مني فلوس بدون مقابل، ياخد مني حاجه بدون مقابل، ده ضرر، هيضرني مش هينتفع من. قال لك برضه ده بقى التصرف ده ضرر ضرر محض. النوع الثالث من التصرفات اللي هو داير بين النفع والايه؟ والضرر، ابي حاجه واخد مقابل ليه؟ يبقى هنا ناخد واحد، ناخدها كلها السطرين بتوع واحد في صفحه 133، اثنين ناخد السطرين برضه في اثنين، ثلاثه ناخد سطرين وكلمه ونكتب جنبهم عنوان تقسيم التصرفات حسب الايه؟ الاهليه. تقسيم التصرفات حسب الأهلية في صفحة بقى 134، في آخر فقرة في 134، إيه أحكام تصرفات عديم الأهلية؟ يعني اللي سنه أقل من 7 سنين يعمل إيه؟ إيه التصرفات اللي ممكن يعملها؟ نقول لك عديم الأهلية لا يجوز له تصرف أي تصرف، لا يجوز له إنه يتصرف أي تصرف، لا تصرف نفع نفع محض، ولا ضار ضرر محض، ولا داير بين النفع والضرر، ما يقدرش يتصرف اي تصرف. طب واحد هيوهب له عربيه، لا ما يتصرف، ما ياخدش حاجه، ما يقبلش اي تصرف زي ده، باطل بطلان مطلقا. وناخد اخر فقره في 134 واول فقره في 100 ايه 35، ونقول لك ده لازم نعين له ولي او وصي، هو اللي يتولى اداره ايه امواله، هو اللي يتولى اداره ايه امواله. طيب احكام الصبي المميز او ناقص الاهليه ناخد بقى 135 كلها، 135 كلها. نقول لك الصبي المميز ده، الصبي المميز ده، الصبي المميز ده له ايه؟ قال لك نشوف تصرفات، لو نفع نفع محض، التصرف نفع نفع محض، يعني هيفيده واحد بيتبرع له بحاجه، نقول له يجوز. طب ضرر ضرر محض، التصرف هيضره؟ لا باطل بطلان مطلقا. طب داير بين النفع والضرر؟ لا يجوز، يجوز. طيب هنا في صفحة 136 ناخدها كلها، ناخدها ايه كلها. طب ايه احكام الشخص البالغ الاهلية والشخص الرشيد كامل الاهلية؟ قال لك ده الشخص ده يجوز يتصرف كل التصرفات طالما ما عندوش مانع من موانع الاهلية، ولا عنده عارض من عوارض الاهلية. لا ما عندوش مانع من موانع الاهلية، ولا عنده عارض من عوارض الاهلية. فالمحاضرة دي تنتهي عند صفحة 136. الأسئلة اللي ممكن تجي لك عليها، الأسئلة اللي ممكن تجي لك عليها تعتبر إيه؟ يقول لك إيه؟ يتم تقسيم أهلية الوجوب حسب السن. نقول له غلط، أهلية الوجوب لا ترتبط بسن معين، التي ترتبط بالسن هي أهلية الإيه؟ الأداء. دي واحد. ممكن نقول لك يمكن تقسيم أهلية الأداء إلى قسمين فقط. نقول له غلط، بتقسم إلى 3 أقسام، أقل من 7 سنين عديم الأهلية، بين 7 سنين لأقل من 21 سنة مميز أو ناقص الأهلية، 21 سنة ده كامل الأهلية. ممكن نجي لك نقول لك سؤال تاني، يكتسب الشخص أهلية الأداء بمجرد الميلاد حي؟ نقول له غلط، أهلية الأداء مرتبطة بقدرة، مرتبطة بقدرة على إبرام التصرفات اللي تكسب الحقوق وتحمل الزمان، إنما أهلية الوجوب هي اللي إيه؟ اللي ممكن الإنسان يكتسبها. أهلية الوجوب هي اللي ممكن الإنسان يكتسبها بمجرد الميلاد حيا. ممكن يقول لك الشخصية القانونية هي أهلية الأداء. نقول له غلط، الشخصية القانونية يكتسبها الشخص بمجرد الميلاد حي، وبالتالي مش محتاجة أي شروط، بيكتسبها المجنون، بيكتسبها المعتوه، بيكتسبها أي شخص بمجرد أن يتولد حي، يكتسب الشخصية القانونية ويبقى صالح أن يبقى صاحب حق. صالح مش قادر، اللي قادر أنه يبقى صاحب حق ده الشخص اللي اكتملت إيه أهليته، لأن دي مرتبطة بالقدرة. يبقى اللي مرتبطة بالقدرة إيه؟ أهلية الأداء، إن عنده القدرة إن يقوم بالتصرفات اللي تكسبه حقوق وتحمله بالتزامات، دي اسمها أهلية الإيه؟ الأداء. يبقى في محاضرة النهاردة خلاصتها نعرف إيه الفرق بين أهلية الوجوب وإيه هي أهلية الأداء، إيه هي تقسيمات الأهلية الأداء حسب السن، وإيه هي أحكام
أهلية الأداء، أحكام الصبي المميز، أحكام الصبي عديم التمييز، أحكام كامل الأهلية. وبعد كده نفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء والشخصية القانونية. أهلية الوجوب نقول لك ليه أهمية الموضوع ده؟ أهمية الموضوع ده جاية منين؟ جاية منين؟ نقول لك إن الشخصية القانونية بتبدأ بالميلاد حي، بس بمجرد ما اكتسبت الشخصية القانونية ما تقدرش تبرم كل التصرفات. نقول لا، خلي بالك حسب سنك في تصرفات تانية تقدر تعملها. وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.